الرسالة بغيت نوجهها الله يخليكم المستعملين الطريق ما بين الرابطة ما بين فاس سازة. الله يخليكم هذا الميساج هذا راه بغيت نوصلو يعني كاع الناس اللي كيشدوا هذا الطريق. راه اقسم بالله هذه الطريقة هذه راه ماشي تجرى خوتي، راه انتم كتسمعوا غير مؤخرا كتسمع ربعة ماتوا كارت تقلب واحد مات، راه اقسم بالله هادشي راه كيحز في النفس ديال الانسان. هادشي انا في كوني كنشد هاد الطريق تقريبا جوج المرات ثلاثه المرات في السيمانه، راه كنقول لكم هاد الميساج هذا راه هاد لوتوروت هادي راه ماشي تجرى. الله يرحم لكم الوالدين. الميساج للشباب اللي ما غاديش نلوم الشباب، يعني نقول شباب متهور ولا كنلبي المسؤوليه لكل شيء، للشباب والطريق وحتى المسؤولين. حتى المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين. اوتوروت ما فيها ساعه ديال 120 كيلومتر ولا 130 كيلومتر ما فيهاش ساعه رادار، راه حشومه والله الا حشومه. على الاقل ديروا لنا غير رادار في لوتوروت، الانسان كيدير احتياطات ديالو ان كاين رادار ان كاين كذا. انتما كما كتشوفوا لوتوروت عامره فيراجات، عامره ريسك، كلها ريسك، طريق الموت. انا اقسم بالله الا مسميها طريق الموت، وليت كنسوق فيها وخايف. غير مؤخرا ربعه الارواح ماتوا هباء منصوره مشاو، ما غاديش نلومهم هما ولا نلوم الطريق ولا نلوم شي حاجه اخرى، ولكن الانسان يدير احتياط ديالو. هادشي علاش انا درت هاد الميساج هذا، ونبغي له ماكسيموم دوك بارطاج اخوتي. الله يرحم لكم الوالدين، باش الناس اللي عمرها شدت هاد الطريق دير لاطونسيون من هاد الطريق، راه خايبه بزاف، راه الارواح كتمشي هكا. الله يخليكم الشباب، حذاري من الجري. داير لك اخويا 120 هاني، انا دابا اقسم بالله ماشي ب 120 ولا وراني في لوريسك، ماشي ب 120 وفي لوريسك. الله يرحم لكم الوالدين. هذا الميساج بغيتو كاع لو ماكس دو بارطاج اخوتي، باش يوصل كاع لو ماكس ديال الشباب اللي كيشدوا هاد الطريق هذا. وهذا هو الربح ديالنا، غير نحمسوا الشباب انهم ما يبقاوش يجريو. وهاد الطريق راه صعيبة، راه صعيبة، راه صعيبة بزاف، راه كتدي لنا خوتنا وكتدي لنا ناس، يعني سوا خوتنا سوا برانيين، راه ما بغيو حتى شي واحد يموت ديك يموت هكا في اكسيدون ولا، راه خايبة بزاف. والضحية الكبيرة هي الوالدين، الوالدين هما اللي كيبقاو في التالي مساكن معلقين. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا بزاف، ونتمنى منكم الماكس دو بارطاج اخوتي. وتحياتي معكم زكريا متازة، الله يعاونكم.